السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. زي ما احنا متعودين في كل محاضره لازم نعمل فيدباك قبل ما نبتدي، نوع من الريفيجن ونوع من ربط القديم بالجديد. اول محاضره اتكلمنا فيها عن ايه؟ هسال عبد الله، عبد الله هيرد عليا هيقول لي ان احنا اخدنا 2 ديس اوردر متعلقين بالبروتين ميتابوليزم. ايه هما يا عبد الله؟ هيقول لي الفينايل كيتونيوريا والجلوتاريك اسيد يوريا. طيب خدنا كمان 2 ديس اوردر متعلقين بالكربوهيدرات ميتابوليزم. بس ما هترد عليا وتقول لي هم عبارة عن اللاكتوز انتوليرانس والجلاكتوسيميا. طيب المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الليبيد ابسوربشن دايجيشن ميتابوليزم ديس اوردر، وقسمناهم الى 2 كاتيجوري. في امراض عندي متعلقة بالدايجيشن والابسوربشن بتاع الميتابوليزم اللي هم ايه؟ عندي الاستيتوريا، الكوليستيزيس، البنكرياتيتس، السيستيك فايبروزيس. ونوران هتقول لي ما تنسيش يا دكتورة زولينجر إليسون سيندروم. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكاتيجوري التاني اللي هو بنقول عليه الليبيد ميتابوليزم ديس اوردر. وقبل ما اتكلم في الكاتيجوري ده هقول لك ان هو بينقسم عندي الى 2 سب كلاس. جزء منه بيكون كومن ديس اوردر، يعني امراض شائعه الانتشار. وطبعا كلمه شائعه يعني قصدي الشيوع ما بين الجينيتك ديس اوردر. خلي بالك ده مش زي الانفلونزا ولا التهاب اللوز، لا انا بتكلم الشيوع من حيث البريفالنس بتاع الايه؟ الجينيتك ديس اوردر. ونوع بسميه الرير ديس اوردر اللي هو نادر الحدوث برضو من حيث الجيناتيك ايه؟ ديس اوردر. طيب انا عندي النهارده 4 ديس اوردر هتكلم عليهم. ايه هما؟ عندي الجوشرز ديزيز، عندي التاي ساكس، عندي النيمن بيك، وعندي الفيبرز ديزيز. هقول كمان مره، عندي الجوشر ديزيز، عندي التاي ساكس، عندي النيمن بيك، عندي الفيبرز ديزيز. طبعا انا يا جماعه بحبس جدا ان انت لما تذكر كل ديزيز ما تذكرش انديفيديوال، يعني ما تاخدش المرض كده كله على بعضه، لا انا اخد كل كاتيجوري على بعضه، اعمل نوع من الكومباريزون ما بينه وما بين الامراض في كل الايتمز المتعلقه بيهم، او كل الايتمز اللي انا مسؤول عني ان انا اذاكرها مثلا متواجده عندي في الكتاب او همتحن فيها. للنوع من المذاكره كنوع من الكومباريزون ده بيثبت المعلومه عندي وبيخليها اسهل في الوصول في وقت الامتحان. طيب هرجع اقول تاني، عن النهارده هتكلم عن 4 امراض، هتكلم عن جوشرز، هنتكلم عن تاي ساكس، هتكلم عن نيمن بيك، هتكلم عن فابرس. في حاجات مرتبطه جدا ما بين الامراض ديت، هي ديت النقطه اللي انا هتكلم فيها او اللي انا هعمل ستريس عليها. اول حاجه الامراض ديت كلها عباره عن ايه؟ عباره عن امراض بتندرج تحت الكاتيجوري بتاعه الليبيد ميتابوليزم ديس اوردر. طيب ممكن اقول عليها ايه تاني؟ اقول عليها ان هم كلهم لايزوزوم ستورج ديزيز. هم ايه؟ هم لايزوزوم ستورج ديزيز. طيب حضرتك عارف يعني ايه اساسا كلمه لايزوزوم عشان تعرف لايزوزوم ستورج ديزيز؟ طبعا انتوا كلكم خدتوا في الفيسيولوجي سواء في البلانت او في الزولوجي او في اي كورس اتكلمتوا فيه عن الاستراكشر بتاعه السيل، خدتوا نوع من الاورجانيلز اللي موجوده داخل الخليه بنسميها اللايزوزوم. اللايزوزوم ديت كأورجانيل الهدف الرئيسي منها ان هي تعمل عملية تخلص من المواد اللي الخلية مش عايزاها، بتعمل لها عملية ايه؟ ديجراديشن، تكسير من الكمبلكس فورم الى السيمبل ايه؟ فورم. اللايزوزوم ديت بتحتوي على مجموعة من الانزيم بنسميها الدايجستيف انزيم بالنسبة للخلية مش بالنسبة للجسم اتقول، او بنسميها اللايزوزوم الانزيم. في ناس بتطلق عليها اسم تالت بنسميها الهاوس كيبنج انزيم. الانزيمات ديت يا جماعه زي ما قلنا دورها ان هي تعمل عمليه ديجراديشن، عمليه تكسير، عمليه بريكنج داون للارج مولوكيولز تو سيمبل مولوكيولز. طيب لما تكون بعض الانزيمات ديت متعلقه بالديجراديشن بتاعه الليبيد خلاص، والانزيمات ديت يحدث فيها نوع من الديفيشنسي او الديفكت، يبقى النتيجه انه هيحصل عندي اكيوميوليشن لبعض انواع الباي برودكت او الانترميديت الخاصه بالليبيد ميتابوليزم. في الحاله ديت زي ما بقدر اقول على الامراض ديت ليبيدوزيس خلاص او ليبيد ميتابوليزم ديس اوردر، هقدر اقول عليها برضو لايزوزومال ستورج ديزيز. يبقى انا دلوقتي الاربع امراض اللي اتكلمت عنهم اللي هم جوشرز، اللي هم تاي ساكس، اللي هم نيمن بيك، اللي هم فيبرس ديزيز، الاربعه دول بقول عليهم ان هم ليبيدوزيس كاتيجوري، بقول عليهم ان هم لايزوزومال ستورج ديزيز كاتيجوري، بقول عليهم اسم تالت كمان ان هم سفنجو ليبيدوزيس كاتيجوري. طب اشمعنى سفنجو ليبيدوزيس؟ لان الاربع انواع مع اختلاف الماده اللي هيحصل لها اكيوميوليشن، فالماده ديت بتندرج كنوع من انواع السفنجو ايه؟ ليبيد. هقول كمان مره، الاربع انواع بيحدث فيهم اكيوميوليشن لماده معينه، الماده ديت نوع من انواع الايه؟ السفنجو ليبيد.
يبقى انا دلوقتي عرفت حاجات مشتركه ما بين الاربع امراض. في حاجه تانية مشتركه، الاعراض اللي بتظهر عندي في الامراض ديت كلها بتظهر عندي بدايه من مرحله الانفا او الطفوله المبكره جدا لحد مرحله الادوليسنس او بدايه المراهقه، نهايتهم غالبا بتكون الدث الموت. الامراض الاربعه دولت يا جماعه بتؤدي عندي الى نوع من النيورولوجيكال بروبلمز او النيورون دامج، سواء بصوره كليه او بصوره جزئيه. يعني ايه صوره كليه ويعني ايه صوره جزئيه؟ يعني ممكن نوع من الامراض ديت يستهدف النيرفس سيستم ات اول بس، وبالتالي بيأثر عليه بصوره كليه، وبتكون كل انواع الكلاسز اللي خاصه بالمرض بتستهدف النيرفس سيستم. في امراض تانية من الاربعه دولت نوع من انواع المرض او كلاس واحد من الكلاسز اللي في المرض. ما هو خلي بالك الاربعه دولت كل واحد منهم بينقسم الى سب كلاس او سب جروبس. ممكن يكون كلاس واحد من المجموعه اللي خاصه بالمرض هي بس اللي بتستهدف الايه النيرفس سيستم. يبقى انا عندي عرفت ان الاعراض في الامراض ديت كلها بتبدا من مرحله الانفال لحد مرحله الادوليسنس مع اختلاف التوقيت، غالبا الاند بتاعها بيكون الديث او الموت. الاعراض بتاعتها كلها تقريبا بتتمركز ناحيه النيورولوجيكال بروبلمز، مع ان في اعراض تانية هنتكلم عنها هتظهر معايا، بس الرئيسي فيها هو النيورولوجيكال بروبلمز سواء كانت بصوره كليه او بصوره ايه او بصوره جزئيه. طيب بالنسبه للتريتمنت، لما اجي اتكلم عن التريتمنت للاربع امراض دولت، طبعا لو جيت اقول لك الليست اوف دراجز اللي مستخدمه في كل مرض هلاقيها مختلفه تماما عن التاني. مفيش مرض الادويه اللي مستخدمه له هي اللي مستخدمه في المرض التاني، بس لما اجي اتكلم عن التريتمنت ان جنرال هقول لك اولا نو تريتمنت فور اني وان اوف ذيس ديزيز، ملهاش اي تريتمنت. امال الدراجز اللي مستخدمه ديت ايه؟ دي نوع من الباليتيف دراج، حاجات علشان تعمل عمليه ريليفنج للسيمبتومز، تقلل الاعراض اللي موجوده عندي. يبقى انا عندي التريتمنت لما بتكلم عنه ان جنرال هقول ان هو بيعتمد على الميديكال كير، العنايه بالحاله. بيتكلم عندي كمان عن الدايت، الاهتمام بالدايت. انا بتكلم عن ليبيد ميتابوليزم، يعني كميه الليبيد اللي بدخلها من بره ممكن تاثر معايا في الايه في الديزيز او في الديس اوردر او في الحاله او السيفيرتي بتاعتها. بتكلم كمان ان ممكن في التريتمنت بيبقى معايا انزايم ريبليسمنت ثيرابي. يعني ايه انزايم ريبليسمنت ثيرابي؟ انا عارفه ان كل الامراض ديت هي عباره عن ديفيشنسي في انزايم او بروتين مسؤول عن وظيفه معينه في الليبيد ميتابوليزم باسوي اللي انا بتكلم عليه. طيب طالما في ديفيشنسي في الانزايم او البروتين ده، المقابل ايه؟ ان انا ادخل من بره سينثيتك انزايم او سينثيتك بروتين يحل محل الايه النيتشر انزايم او النيتشر بروتين اللي المفروض الجسم كان يخلق. طيب ممكن اخد بعض الدراجز اللي تقلل خلاص السيمبتومز اللي ظهر عندي على التارجت فانكشن. ما هو انا انخفاض مستوى الانزيم او البروتين اللي محاصل عندي هيؤدي ليه؟ هيؤدي الى ديس فانكشن في بعض الاورجانز. الديس فانكشن ده انا ممكن اعالجه من بره عن طريق بعض الايه الدراجز. طيب في حل كمان، ان انا اعمل انهيبيتور خلاص لتصنيع الماده اللي بيحصل لها اكيميوليشن في الجسم. اعمل انهيبيتور او اديك انهيبيتور خلاص لتصنيع الماده اللي بيحصل لها اكيميوليشن في الجسم. يبقى انا لو في ماده عندي في اي ديزيز من دول بيحصل لها اكيميوليشن، والاكيميوليشن ده هو اللي بينتج عنه الدامج في اي اورجان من الاعضاء، لا انا ممكن اديك من بره انهيبيتور، دراج انهيبيتور يمنع تصنيع الماده ديت ايه نهائيا. كل اختيارات المرض ديت، كل اختيارات التريتمنت ديت يا جماعه انا بقدر استخدمها او اتنقل ما بينها في حاله واحده بس، ان المرض ما يكونش لسه اثر عندي على النيرفس سيستم. مجرد ان المرض اثر على النيرفس سيستم ديت بتبقى ريفرسبل كيس، خلاص بتبقى دخلت خلاص في مرحله الايه ان هي داخله على الديث. يبقى كل الاختيارات بتاعه التريتمنت اللي انا ذكرتها ديت ماشي ان جنرال ما ينفعش استخدمها طالما الكيس وصلت للايه للنيرفس سيستم في اللي هي بقت الريفرسبل كيس. طيب الامراض ديت برضو الاربعه كلها مشتركه في طريقه الدايجنوزيس مع اختلاف نوع التحليل اللي انا هعمله. فالتحليل هيكون حاجه عندي من اربعه، يا اما هعمل ميجرمنت للانزيم او البروتين اللي حصل فيه ديفيشنسي، هقيس الليفل بتاعه علشان احدد هل انت بيشنت ولا لا خلاص، يا اما هعمل جيناتك تيست بقيس او بعمل عمليه ديتكشن للجين اللي فيه احتماليه ان يكون حصل فيه ميوتيشن علشان اقدر احدد هل انت بيشنت، هل انت مجرد كارير، هل انت هيلث بيرسون ما فيكش اي اصابه. يبقى انا يا اما بعمل عمليه ميجرمنت للانزيم، يا اما بعمل
ديتكشن للجين اللي احتمال يكون حدث فيه الميوتيشن. طيب في اختبارات تانية ممكن اعملها؟ الاختبارات دي بتبقى بنقول عليها ايها confirmatory test، حاجات تأكيدية. دي بتستهدف الفانكشن بتاعت التارجت اورجنز. انا قلت ان الديفيشنسي بتاع كل انزيم من اللي لسه هنتكلم عندهم في كل ديزيز من دول بيستهدف اورجنز معينة، والطبيعي طالما استهدف الاورجن ده يبقى هيعمل ديس فانكشن له، يعني هيعمل خلل في الوظائف بتاعته. الخلل في اي عضو ممكن اقيسه بتحاليل كتيره جدا متوفره حواليا. يبقى انا دلوقتي بقيس الانزيم اللي هو مختص تماما بالمرض، بقيس الجينز او بعمل ديتكشن للجين تمام اللي هو بيبين لي حدوث الميوتيشن خلاص في الجين اللي بيعمل ايه، اللي بيعمل عمليه ترانسليشن للانزيم ده. بعمل ديتكشن للفانكشن بتاعت الاورجان اللي مستهدفه واللي بتاكد لي فعلا حدوث ليه المرض. الحاجه الرابعه ان انا ممكن اعمل عندي عمليه ايميدجنج او تصوير. ايميدجنج او تصوير وديت في حاله انه بيحصل معايا انلارجمنت للاورجان، الاورجان نفسه بيحصل له عمليه انلارجمنت، وبالتالي انا ممكن اكشف عليه بعمليه الايه الايميدجنج او التصوير. بالنسبه للسيمبتومز بتاع الاربع امراض دلوقتي يا جماعه فهي بتختلف على حسب التارجت اورجان، يعني الديفيشنسي بتاع الانزيم بيستهدف انهي اورجان، بتختلف على حسب الكلاس اوف ديزيز. انا قلت ان كل نوع من الاربعه ديزيز دولت بينقسم الى مجموعه من الكلاسز، وكل كلاس منهم ممكن يكون بيؤدي لمجموعه من الاعراض مختلفه عن التاني. بتختلف كمان على اساس التايم اوف ديزيز، يعني حضرتك في انهي مرحله من مراحل الايه المرض، يعني بتختلف كمان على حسب السيفيرتي. يبقى انا عندي الاعراض بتختلف من مرض لمرض، وبتختلف جوه المرض الواحد من كلاس ليه لكلاس. بالنسبه للكومبليكيشن لكل الامراض ديت، فالكومبليكيشن بتؤدي الى الكومبليت ديسفانكشن في الامبورتنت اورجانز اللي موجوده في الجسم، والنهايه فيها زي ما قلت اكتر من مره هي الديث. طيب انا اتكلمت دلوقتي عن الحاجات المتشابهه ما بين الاربع امراض اللي هم عندي الجوشرز التايسكس النيمن بيك الفابرس. في اختلافات بقى، خلاص ركز معايا بقى في الاختلافات. عندي الجوشر وعندي التايسك وعندي النيمن بيك، التلاتة دولت متفقين في حاجتين. الحاجة الأولانية ان هم كلهم autosomal recessive genetic disease، autosomal recessive genetic disease يعني محمولين على سوماتيك كروموسوم، خلاص كروموسوم جسدي مش سيكشوال. تاني حاجة ان هم مرتبطين بالاشكيناز جيوس اللي هم اليهود اللي جايين من اصل اوروبي. يبقى انا عندي التلات امراض الجوشر التايسك النيمن بيك ديزيز، التلاتة دولت autosomal recessive genetic disease محمولين على كروموسوم جسدي مرتبطين بالاشكيناز جيوز اللي هم اليهود اللي جايين من اوروبا. اما الفابرس ديزيز فده محمول على الاكس كروموسوم يعني السيكشوال كروموسوم، وبالتالي بتكون نسبته اكتر في الميل. احنا عارفين ان الميل حاملين الاكس كروموسوم واحد، اما الفيميل حامله الاثنين اكس كروموسوم، وبالتالي نسبة حدوثه في الميل أعلى، لأن في حالة إصابة الإكس كروموسوم الوحيد اللي موجود عند الميل بتظهر الإصابة مباشرة على الإيه؟ على الميل. أما في حالة الإصابة أحد الإكس كروموسوم اللي موجودة في الفيميل فهي بتكون كارير ومش مصابة، إلا إذا حصلت إصابة في الإيه؟ في الكوبي التانية اللي هي الإكس كروموسوم التاني. تاني حاجة إن الفيبرس ديزيز مرتبطة بالكوكازيان بوبيوليشن، يبقى أنا عندي تلاتة هما autosomal recessive ومرتبطين بالاشكيناز جيوز، اما الفيبرز اكس كروموسوم جيناتيك ديزيز ومرتبط بالايه بالكوكازيان بوبيوليشن. عندي كمان هقول ان الجوشرز والتايساك والفيبرز بقى المره دي الفيبرز مش النيمن بيك، الثلاثه بيحدث فيهم اكيوميوليشن للجلايكوسفينجوليبيد، بيحدث فيهم اكيوميوليشن للجلايكوسفينجوليبيد بصرف النظر انهي نوع من الجلايكوسفينجوليبيد، المهم ان الكاتيجوري الاساسيه هي جلايكوسفينجوليبيد. اما النيمن بيك خلاص بيحدث فيها اكيوميوليشن لسفينجو مايلين، خلاص ركزوا في الحته ديت كويس جدا. عند الجوشرز التايسك الفيبرز بيحدث فيها اكيوميوليشن للجلايكوسفينجوليبيد، يبقى هنا عندي الجزء من الليبيد اللي بيحصل له اكيوميوليشن نتيجه الانزيم ديفيشنسي بضعه تحت كاتيجوري اسمه جلايكوسفينجوليبيد. اما في حاله النيمن بيك بيحدث عندي اكيوميوليشن لجزء من الليبيد بضعه تحت كاتيجوري بسميه الايه بسميه السفنجو مايل. في كل ديزيز من اللي احنا بنتكلم عنهم لازم تكون عارف الانزيم اللي بيحصل له ديفيشنسي او الماده اللي بيحصل لها ديفيشنسي، ولازم تكون عارف الليبيد ميتابوليزم الماده اللي بيحصل لها اكيوميوليشن كنوع من انواع الايه الليبيد. يبقى انا لازم اكون عارف الانزيم اللي بيحصل له ديفيشنسي
ولازم اكون عارف الماده اللي بيحصل لها ايه اكيوميليشن. في البدايه لازم اقول كده ملحوظه صغيره، انتوا عارفين الفرق ما بين الفوسفوليبيد وما بين الاسفنجوليبيد؟ ها حد عارف الفرق ما بين الفوسفوليبيد والاسفنجوليبيد؟ الفوسفوليبيد هو نفس اللي هو نفس الاسفنجوليبيد من حيث الاستراكشر، خلاص هما الاثنين بيحتوى على بولر خلاص لير محاطه باتنين تو نون بولر لير. البولر لير ديت اللي هي البروتين، النون بولر لير ديت اللي هي عباره عن الايه، عن جزء الليبيد. الفرق الاساسي ما بين الفوسفوليبيد والاسفنجوليبيد ان الفوسفوليبيد موجود في الممبرين بتاع الخلايا كلها، اما الاسفنجوليبيد موجود في الممبرين بتاع خلايا النيرفس سيل فقط. خلاص يا جماعه، يبقى انا عندي الفوسفوليبيد موجود في الممبرين بتاع كل الخلايا، اما الاسفنجوليبيد موجود في الممبرين بتاع خلايا النيرفس سيل فقط. طب انا عندي الاسفنجوليبيد المفروض ان هي منقسمه الى 3 كاتيجوري، عندي نوع بقول عليه سيراميد، نوع بقول عليه الاسفنجومايلين، نوع بقول عليه الجلايكوسفنجوليبيد. الجلايكوسفنجوليبيد ده بينقسم عندي الى 3 انواع، نوع بسميها السريبروسايد، ونوع الجانجليوسايد، ونوع الجلوبوسايد. يبقى انا دلوقتي عرفت ان في حاجه اسمها فوسفوليبيد، في حاجه اسمها سفنجوليبيد، وان الاسفنجوليبيد بينقسم عندي الى 3 كاتيجوري، وان الكاتيجوري اللي فيه اللي اسمه جلايكوسفنجوليبيد بينقسم الى السريبروسايد، جانجليوسايد، وجلوبوسايد. ركزوا معايا في الكلمات ديت لان احنا هنكررها تاني لما نيجي للديس اوردر بتاعتي اللي انا بتكلم عنها النهارده. اول ديس اوردر بسميه الجوشرز سيندروم او الجوشر ديزيز، ده بيكون نتيجة حدوث ديفيشنسي في انزيم بسميه ليه الجلوكوس ريبروسايديز انزيم، او بقول عليه البيتا جلوكوسايديز انزيم. الانزيم ده يا جماعة المفروض ان شغله الاساسي ان هو بيعمل عملية بريك داون او ديجريديشن لليبيد معين موجود في الخلية بسميه الجلوكوس ريبروسايد. جلوكوس ريبروسايد الجنرال نيم بتاعه هو السريبروسايد. طيب انا لسه قايله دلوقتي السريبروسايد ده بيندرج تحت كاتيجوري تحت كاتيجوري الجلايكوسفنجوليبيد اللي هي جزء من الاسفنجوليبيد اللي هي موجوده في الممبرين بتاع النيرفس سيل. طيب طبيعي الخليه لما يحصل لها عمليه ديث خلاص او بينتهي عمرها بيبتدي يحصل لها ديجراديشن، المفروض ان كل اجزائها بيحصل لها ايه ديجراديشن. لما يجي جزء منه اللي هو الجلوكوس ريبروسايد ما يرضاش يحصل له ديجراديشن نتيجه الديفيشنسي بتاع الانزيم، يوم يحصل له اكيميوليشن في الخليه. الاكيميوليشن ده بيؤدي للدمج بتاع الاورجنز والايه والخليه. طيب المرض التاني اللي هو التاي ساكس ديزيز او التاي ساك ديس اوردر، ده بيحدث نتيجه الديفيشنسي بتاع الهيكسو امينيديز اي انزيم، هيكسو امينيديز اي انزيم. طيب ده كان بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على ماده اسمها جانجليوسايدز. انا لسه ذاكره دلوقتي ان الجانجليوسايدز ديت نوع من انواع الجلايكوسفنجوليبيد، والجلايكوسفنجوليبيد نوع من انواع الاسفنجوليبيد، والاسفنجوليبيد برضو موجود في الممبرين بتاع النيرفس ايه النيرفس سيل. وطبيعي عدم حدوث ديجراديشن للماده ديت هيعمل لها اكيوميوليشن في الخليه وبتؤدي بالتالي الى دامج في الايه في الخليه وفي الاورجانز. طيب المرض الثالث عندي اللي هو النيمبيك. النيمبيك ده بيحدث نتيجه الديفيشنسي بتاعه انزيم بسميه الاسفنجو مايلينيز انزيم، الاسفنجو مايلينيز انزيم، وبالتالي بيؤدي الى الاكيميوليشن بتاع الاسفنجو مايلين. والاسفنجو مايلين ديت كاتيجوري تاني بتاع غير الجلوكوسفنجوليبيد، الاثنين بيتبعوا عندي الايه الاسفنجوليبيد. ما انا لسه قايله ان الاسفنجوليبيد عباره عن سيراميد او اسفنجو مايلين او جلايكوسفنجوليبيد. الاسفنجو مايلين ديت بتتميز عن بحاجه عن كل الاسفنجوليبيد ان هي ايه، ان هي ينفع تبقى نوع من انواع الفوسفوليبيد. طب ليه ده؟ لان الاسفنجومايلين ديت عباره عن سيراميد زائد فوسفوكولين زائد ايه زائد فوسفوكولين. كلمه فوسفو ديت خليتها تندرج برضو تحت الفوسفوليبيد، يبقى انا ممكن اقول ان الاسفنجومايلين ديت نوع من الاسفنجوليبيد ونوع من الايه من الفوسفوليبيد. الاسفنجومايلين ديت كنوع من الفوسفوليبيد او الاسفنجوليبيد هي جزء من الممبرين بتاع الخليه، وبالتالي عدم حدوث الديجريديشن بتاعها معناه حدوث اكيميوليشن ليها وبالتالي حدوث دامج فين في التيشو وفي الاورجانز. المرض الرابع عندي اللي هو الفيبرز ديزيز، ده بيكون نتيجه حدوث ديفيشنسي في انزيم بسميه الالفا جالاكتوسايديز اي انزيم. طيب الانزيم ده لما بيحصل فيه ديفيشنسي بيؤدي الى الاكيميوليشن بتاع ماده نوع من انواع الليبيد بسميها الجلوبوسايد، بسميها الجلوبوسايد.
طبعا انا بذكر الجنرال نيم يا جماعه، الجلوبوسايد. الجلوبوسايد ديت نوع من انواع الايه؟ الجلايكوسفينجوليبيد. والجلايكوسفينجوليبيد نوع من انواع الاسفنجوليبيد، والاسفنجوليبيد جزء من الممبرين الخاص بالنيرف سيل. وبالتالي عدم حدوث ديجريديشن للماده ديت معناه اكيميوليشن ليها، معناه دامج فين؟ في التيشو وفي الاورجنز. طبعا انا قلت ان الاعراض او السيمتومز بتاعت كل ديس اوردر بتختلف على حسب نوع الديس اوردر ونوع الكلاس اللي بتكلم عنه في الديس اوردر ده، وكمان السيفيرتي بتاعت الديزيز او التايب. وان التريتمنت ما بينفعش الا اذا كان الديس اوردر ده ما اثرش على ايه؟ على النيرفس سيستم. بالنسبه للجوشر ديزيز بلاقي ان اهم السيمبتومز اللي ممكن تظهر عندي على البيشنت هي انلارجد ليفر، سبلين، في عندي بيجمنتيشن في السكين، يلوش سبوت في الاي. طبعا ده طبعا غير النيورولوجيكال بروبلمز اللي بتظهر عندي بكثافه، وغير البين والديستراكشن في الايه، في البون مارو. كل الاعراض ديت عندي بتظهر مع حدوث فاريشن من بيشنت لبيشنت، وطالما لسه ما اثرتش على النيرفس سيستم فممكن التريتمنت يودي معاها الى ايه؟ الى علاج او تخفيف الاعراض. اما اذا اثرت على النيرفس سيستم فالنتيجه الحتميه بتكون الايه؟ بتكون الوفاه. خلي بالكم يا شباب ان الجوشرز ديزيز اتذكر عندي مرتين في الكتاب، مره بيج 57 ومره بيج 69. طبعا احنا مطالبين بكل المعلومات اللي موجوده في المرتين. بالنسبه للتاي ساكس ديزيز معظم الاعراض اللي بتظهر عندي بتتراوح ما بين الباراليسيس، الديمنشيا، البلايندنس، الديفنس، الماسل ويكنس، الميموري بروبلمز، السبيتش بروبلمز. طبعا زي ما قلت الاعراض ديت كلها متعلقه بالمراكز العصبيه للحاجات اللي بتكلم عنها. وطالما الاعراض ديت لسه ما اثرتش ان هي تعمل كومبليت دامج للنيرفس سيستم فالاعراض ديت ممكن ايه؟ ممكن ان انا اعالجها بالميديكيشنز او بالميديكال كير زي ما قلت قبل كده. اما لو اثرت او عملت دامج نهائي للنيرفس سيستم فمعنى كده برضو ان النتيجة الحتمية عندي هي الديث او الوفاة. بالنسبة للنيمن بيك ديس اوردر فانا عندي فيه بيكون تايب اي وبي وسي. الاعراض بتختلف ما بينهم وبتتراوح ما بين النيورولوجيكال بروبلمز، ما بين الفاتي جروس للسكن مع دارك بيجمنتيشن، ما بين حدوث انلارجمنت في الليفر والسبلين والليمف نود، وكمان الديسيبلد في الحركه تماما نتيجه حدوث بروبلمز في الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاعه المصل. ممكن يكون في عندي كمان لانج بروبلمز وبرين دامج وشير سبوتس في الاي. كل الحاجات ديت ممكن التريتمنت يحدث فيها في حاله عدم حدوث دامج كامل للنيرفس سيستم. اما لو حدث الدامج الكامل زي ما قلنا 100 مره قبل كده خلاص التريتمنت ما عادش ينفع، وبتكون النهايه الحتميه برضو هي الديث. بالنسبه للسيمبتومز اللي خاصه في الفابريس فهي بتتراوح عندي ما بين السكين جروس اللي بنسميها انجيو كيرانوتوما، وما بين البين في الاكستريمايتس اللي هي الاطراف بتاعه الشخص، ما بين حدوث البروفيجن وريكارنت ايبيسودز في الفيفر اند ليد، وما بين الكيدني فيلير. وممكن يحصل عندي كمان كلاودنس في الكورنيا ده اللي بيسبب ايه؟ بلايندنس تام. زي ما قلنا يا جماعه كل الاعراض ديت بتكون نتيجه فشل كلي او جزئي في النيرفس سيستم. وزي ما قلت للمره الالف ان التريتمنت مش بينفع الا في حاله ايه؟ في حاله ان ما حصلش معايا لسه كومبليت دامج في النيرفس سيستم. اتمنى ان الديس اوردرز ديت ما تكونش اثرت عليكم نفسيا. طبعا احنا زي ما قلنا ان الحاجات ديت بنعتبرها كومن بالنسبه للجيناتيك ديس اوردر، لكن هي عامه غير مقارنه بالانفكشن ديزيز اللي احنا عامه بنتكلم عنها بعد كده. شكرا لحسن استماعكم، وقابلكم المره الجايه ان شاء الله.